مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وبألف صحة وسلامة. وشكرا جدا على دعمكم الفترة اللي فاتت ليا، وبشكركم جدا جدا على الناس اللي متفاعلة على الفيديوهات اللي احنا بننزلها، وان شاء الله الفترة اللي جاية في فيديوهات حلوة جدا جدا هتنزل على القناة. بس اللي بيتفرج عليها لأول مرة ومش مشترك في القناة ينزل يشترك دلوقتي ويفعل زرار الجرس عشان يوصلوا فيديوهاتنا أول بأول، عشان مطولش عليكم وقت الفيديو ما بقاش طويل وممل. هنخش في الموضوع باختصار ويلا بينا نبتدي الفيديو. فيديو النهارده باختصار وهو عن الواتساب. طبعا احنا تابعنا الفتره اللي فاتت والاسبوعين اللي فاتوا الهوجه الكبيره اللي حصلت على الواتساب والمشاكل الكتير اللي حصلت بسبب الواتساب، وان الواتساب هيسرب المعلومات بتاعتنا ويصور المحادثات بتاعتنا والصور والشات والكلام ده كله. طبعا ناس كتير لغوا الواتساب وابتدوا ان هم يستخدموا تطبيق سيجنال والتليجرام، وطبعا ده اثر بالسلب على شركة الواتساب وشركة الفيسبوك. طيب المشكلة اللي انا طالع اكلمكم فيها النهاردة، من امبارح للنهاردة اكتر من بوست على اكتر من جروب على الفيسبوك، بنات بتشتكي ان حساباتهم على الواتساب بتتقفل وخطوطهم بتتسحب واكاونتاتهم على الواتساب بتتسحب وبتتسرب الشات، كل معلومات الشخص المستخدم الواتساب ده من بعض الهاكرز المتمكنين في الموضوع ده. وللاسف انا طالع اكشف لكم بس الناس دي بتعمل ايه بالظبط. بصوا يا جماعه باختصار، محدش يجي يقول لي الواتساب بتاعي اتسرق. الواتساب بتاعك ما بيتسرقش. حضرتك لما بتيجي تجيب الموبايل، تمام، ده الموبايل مثلا، باجي حد مثلا يقول لي ممكن اعمل من عندك مكالمه، ولو حتى صاحبي او اخويا، بطريقه ساذجه جدا وبطريقه بسيطه جدا جدا هوريها لكم دلوقتي على الكمبيوتر، اقدر ان انا اخد الواتساب بتاعك عندي، وهي عن طريق واتساب ويب. واتساب ويب بيجي كيو ار كود كده على الواتساب بتاعك، واي حد هيعمل سكانر من الموبايل بتاعه هيقدر ان هو يخش على الواتساب بتاعك ويتابع كل خطواتك وياخد كل الصور وكل المحادثات وكل شيء على الواتساب بتاع حضرتك. طيب انا اعمل ايه؟ ما تديش موبايلك لحد وما تامنش لحد، ودايما موبايلك عليه باسورد. لو تعرف تعمل باسورد لكل التطبيقات يكون افضل. الكومنتات واكتر البوستات من امبارح للنهارده كميه رهيبه جدا جدا من البوستات نازله على الفيسبوك، بنات بتشتكي ان الحسابات بتاعتهم على الواتساب اتهكرت واتاخدت واتسرب صورها والمحادثات بتاعتها مع اشخاص. فيا جماعه نخلي بالنا،